السلام عليكم خاوتي ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم يا اخوان رانا نتحول من هيك الى هيك. الا مازال ما فهمتش فكره الفيديو خويا روح دير ميساجور راك روطار. المهم فكره الفيديو يا اخوان هي يوم كامل بدون ولا شيء. نظن ما شفت حتى واحد دارها في اليوتيوب غير انا اللي درتها في هذا الفيديو. يعني لا سكينات لا شخصيات لا دمج لا والو. يعني تلعب زلطه يا ماما هذا ما كان. ما كاين لا دمج لا شخصيات لا والو. يلا ليتس جو نبدا اول جيم بلاي سولو سكواد ما تنساش. يا جداد مصباح وانا نستناه هذا وين نزلون اخوان. هاد التحدي درتو باش نبين لكم باللي فري فاير ماشي غير شحن وماشي غير سكينات. انا نشوف هادوك اللي يديروا تحدي باللون الاحمر وباللون الاصفر واش راه ترجعونا الوان. والله حنا نلعبوا زلطي ماما ما كان لا الوان لا والو. ونزلوا لا سلاح وان طاب قتلني نقتلك صاي كيما هكا انا راح نموت. ولكن كيما درك انا اللي راح نموت وين يسكت وهذا جاي ليا بوجههم على بالوش بلي انا هنا. هي هباط اوليدي ما قدرتوش فايتيت له في الوجه وكنت لابس ادم يا ودي ما كان لا وان طاب لا والو. هي وان طاب هضر عليها تجي وقلنا بسم الله خونا بدا يريفايفي. يلاه زوج كيلات ونزلوا معايا اكثر. لا شفت عيبات بزاف نازلين لهنا. اسك اس هات ها نحتاجوها. يا هو كاسك ها هو سلاح هاد الماك ديز هذا والله ماك 60 والله ما لاباه. فيه واحد الايم طري غير طلع الايم يجيب هيد ما نعرف غير عندي انا والله عندكم كامل. سي بون صاي شبعت من اللود نهبط مفايتي. هو جا عندي واحد. واش اخويا ما قالولكش بليني هنا هاك سمعت. يلا جيب صحابك جيب اني نستنى فيهم جيب حبيت تجيبهم. انا مفنشك ما حبيتش تجيب صحابك انا مفنشك. هو واحد هو اصفر الزير سالم ما شافنيش وطيحته صفر وغضب مني. هنا لوت الخريطه كامل جيت انا طيحته وراه تفرش فيا امه تعبوتات. ننصبو هادي لهنا اللي طالع في الدوره يطيح فيها. ذكي انا اخوان كيفاش الناحيه هادي تاع الحجز يعودوا ما يبعثوليش الناس حجز. راني منين ندخل الجيم نسمع غير طن 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 شي هذا ماسنجر ولا هو فايت لهنا. ثم ليه وين راحوا. واحد تقاس في البلاصه اللي حطيت انايا شفتوها. ميري فايفيو تخلطت وانا نغدر. يلا نبوشيلو. شتو التفرفيشه اللي تفرفشتها يعني اللعب السيء كامل صرالي في هاد اللقطه هادي. بابا عادي اللي كيف نعاودو الجيم بلاي وغتشوفو شي حاجه اللي هود كان. اخوان ننزلو في البيك المره هادي قال لك الدئاب وتنزلو في البيك. خويا شاد العالم اللي نازل معايا انا حطيت منازله سكواد زوج صاي 20 سكواد الجيم كامل نازل لهنا علاش ما يحبونيش عمي صار. اسي 80 سالينا البويا تاعي سالينا البويا تبعي ماشي غير واحد لهنا راه ثاني قدني فايتي ولا هنا. هي منين جبتو الغدر والغدره صاحبي. شو الايه مصقلي قتلني الزامل وياه كيف حتى عاودوا نزلوني ويلي سما كيعود مات هو ويقتلك يعاودوا ينزلوك. واو شنو هذا هذه فكره مليحه هذه والله لا اوفر. نقتل لا 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 راه يديني طيحتو بجيدي زويد. نرجع للوت تاعي خويا العباد اللي نزلوا معايا دركا خطيرين بزاف. شوف الدم يقعد 30 ساعه باش يتخدم ما كاين حتى سلاح حتى اس ام جي مليح. وداك خونا اللي قتلتو في الباب لهنا مات لهنا. بي كي لقيت الازي 80 في الاول قلت لكم هذا الجيم تاعي معناتها تاعي مت وعاودوا حيوني. خويا تحوس تغدرني واش ما قالولكش بلي انا ما نتغدرش. اش ضربت عندي ومن بعد هربت ياك.
هذا مات. يلا موت لهنا، انا اللوتيه نهبط عند هذاك اللي لوط ديلو غير الماكديس. ها آه كير باطل اخوان، ما نعرف علاه كي يلبس ادم الايم ولا ما يطلعش، ولكن كي ثقيل والله ما عرفنا السبب. بالله دوك الناس اللي يتفرجوا في الفيديو راهم يحسبوني لعب بسلو موشن، بس ام بي 40 بانت لي احسن من هذا الماكديس كي تعود بلا سكين. هو هذا المستودع هذا مفتوح. ضلع سوريا تهلا في روك صاحبي. خويا لا قلت لي جد الحياة تاعي بهاد الغدرة تاعك هادي. يلا اهبط راني نتسنى فيك اهبط. قلت له الزون ولا قلت له هذا اللي معاه. شوف 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 كلش ضدك، قعنا بالالغام زدت لابس ادم كيموت في الزون. قلت لك كيموت في الزون معناتها يموت في الزون، راح نموت في الزون. يا ربي واحد فايت قدامي بالطاكسي شي هذا، بقاو لي قداه بقاو 6 عباد ماشي 6 لا لا او 5 او مستنشق 7 نزهم كامل. اش راح تنزل هذه كنز؟ يلا تهلا في روحك اختي، هادي راح تنزل لنا جواهر. واه كلاوات تبعوه هاد كنزلو لكم جواهر. فنش الكيل فنش الكيل، اول حاجه ديرها هي تفنش الكيل. ولا بالي راح نموت في الزون، راح نموت في الزون، راح نموت في الزون. كاينش ميدكيت سوبر لولا الزون لكنت من الفائزين في هذا الجيم. يربحني هذا مدير هاشتاغ تحرش بينا اخوان. صاي اخوان هذا هو التحدي، ما ربحتش اصلا، هو مش تحدي شغل اليوم كامل برك. وما ننصحكمش تلعبوا بشخصيه ادم، وننصحكم مش حنو وتهلا.